خوت اليوم عندي لكم واحد الحل الفيديوهات اللي فيهم العلامة المائية. اي فيديو تنتيليشارجيهم من تيك توك، اي فيديو كنتيليشارجيهم من تيك توك ولا من انستغرام ولا من تويتر تلقى فيه علامة المائية. اليوم لقينا لكم الحل باش نحيدوا هذيك العلامة المائية نهائيا، ويمكن لك تيليشارجي الفيديو وتخدم عليه كما بغيتي بدون ما يكون فيه شي علامة مائية ولا فيه شي علامة ديال شي واحد اخر ولا شي حاجة. المهم تبع معايا حتى الاخر وغادي تشوف وتفهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. كندخلوا للتيك توك، كندخلوا للتيك توك فحال هكايا، كنحملوا الفيديو، ماشي تنحملوا اذا تنهزوه باش نديروا حفظ الفيديو، لا ما كنديروا حتى شي حاجه، كنديروا غير كوبي فحال هكايا، حيت هنا انا اصلا هذا الفيديو متيليشارجي ماليناش. المهم درنا دابا كوبي، غنخرجوا من هنايا ونمشيو للسناب انستا. كتخرج لنا هاد العلامة هادي، كنمشيو للسهم نيشان تنحيدو. هو عطانا اللي كوبينا دابا انفو، كتدخل لهاد الابليكاسيون وهي كتحط لك الفيديو بوحدة ديال هداك اللي كوبينا حنايا. كنديرو دونالد فيديو، تحميل الفيديو، كيعطينا اشهار ديال 30 ثانية. كاين عند كوبي باش ما نطولش عليكم، انفو تعطيك ملي تعطيك الاشهار بالزرب صافي تيليشارج الفيديو. دابا عطانا بانه تيليشارج، كتخرج لك فحال هاد العلامه هادي، كدير كروه كتحيدها. هادي كتقول لك بارطاجي، واش تبارطاجي لشي بلاصه؟ حنا ما بغيناش نبارطاجيو دابا لشي بلاصه، بغينا نوريوكم الناس كيفاش يحيدوا هاد العلامه المائيه. حنا دخلنا للفيديو، ها هو متيليشارجي، ما فيهش حتى العلامه المائيه، والناس اللي ما عرفوش العلامه المائيه انا نوريها لكم. المهم عليناش، المهم راه فيه الصوت خدام امار. هو النيت ولكن فيه العلامة المائية، هو نفس الفيديو، وهذا نفس الفيديو ما فيش العلامة المائية، ولكن شوفوا هذا، شوفوا هذا الفيديو، هذا الفيديو فيه العلامة المائية، نفس الفيديو. هو ملي كتدخلو لا تيليشارجيتي من تيك توك نيشان كيعطيك بهاد العلامة المائية ديالو، ولكن لما تيليشارجيتيش من تيك توك نيشان ما كيعطيكش هاد العلامة المائية، كيعطيك نيشان فيديو ما فيه لا علامه المائيه لا والو. ولكن الا تيليشارجيتيه من هاد الابليكاسيون هادي كيعطيك فيديو نيشان ما فيه لا علامه المائيه ما والو، فحال هكايا هو ما كيبان لك ما فيه حتى شي حاجه، كتشدو نتايا كتخدمو عاوتاني وكتعاود تخدم به في التيك توك ولا في اليوتيوب ولا في الانستغرام، ما كل واحد وشوف فين تيبغي يخدم. هو باش تفاداو هاد العلامه المائيه وصافي. وكنتمنى تتابعونا وديروا لنا جيم، وان شاء الله غدا في الاستمرار ان شاء الله الرحمن الرحيم، وديما كاين الجديد، الله يعاون كل واحد.